حوادث الطرق باتت سببا رئيسيا للوفاة يضاف إلى الحروب والمجاعات، وتظهر أرقام رسمية ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في العالم بشكل متزايد. فبحسب الأمم المتحدة يموت ما يقرب من 1,250,000 شخص كل عام، ويصاب ما بين 20 إلى 50 مليون آخرين نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق. وتشمل حوادث الطرق الدول الفقيرة والغنية على حد سواء، ولكن غالبا ما تكون في الفقيرة أكثر من الغنية. فبحسب إحصائيات الأمم المتحدة يحدث 90% من الوفيات جراء حوادث الطرق في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي لديها ما نسبته 54% من السيارات المسجلة في العالم. كما أن الحوادث تشكل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل بحسب الأمم المتحدة. أما الأسباب التي تؤدي إلى حوادث الطرق فهي السرعة الزائدة والتي تعد أول وأهم سبب لحوادث الطرق، ثم الإهمال وذلك من خلال الانشغال بالهاتف أو تشغيل الراديو، وتعاطي المشروبات الروحية والعقاقير الذي يؤدي إلى حالة من عدم التركيز والنعاس، بالإضافة إلى عدم تطبيق إجراءات المرور والسلامة ناهيك عن غياب الأمن والمتانة في المركبات، بالإضافة إلى أسباب وعوامل متعلقة بالطبيعة كالمناطق الوعرة والأمطار والضباب والثلوج وإهمال رجال المرور لواجباتهم وانشغالهم بأمور أخرى. وبشكل عام أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور أن عدد القتلى جراء حوادث السير ارتفع في عام 2017 بنسبة 5.6%، أي ما يقرب من 37,400 قتيل، وهو أعلى عدد للوفيات منذ 10 سنوات. وفي ألمانيا حصدت حوادث السير في عام 2017 أرواح نحو 3,000 شخص، في حين ارتفعت أعداد المصابين ليناهز عددهم نحو 400,000 شخص. كما سجل قالت الشرطة ما يقرب من 2,600,000 حادثة سير. وبحسب الإحصائيات قتل في الهند عام 2017 فقط نحو 200,000 شخص بمعدل 400 شخص يوميا. الدول العربية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية ضحايا حوادث المرور في مصر سنويا ب 15,000 قتيل، بينما يصل المصابون إلى 50,000 سنويا، ما يجعل معدل القتلى في مصر ضعف المعدل العالمي. وتقدر الوفيات في السعودية بنحو 7,000 وفاة سنويا وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للمرور هناك. أما في الجزائر فوصل عدد القتلى فيها بسبب الحوادث إلى 1,000,000 شخص خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2017 بحسب المركز الوطني للوقاية والأمن الجزائري. وتعمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لتخطيط السياسات الخاصة بالسلامة على الطرق وتنفيذها من خلال تقديم الدعم التقني للبلدان التي تشهد ازديادا في حوادث الطرق، وذلك للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.